حنحكي اليوم عن الانعكاس يا سابع. هلا الانعكاس ممكن يكون على محور السينات وممكن يكون على محور الصدد. زي ما بتعرفوا المحور الديكارتي بيتكون من محور سيني ومحور صدي. هذا المحور اسمه محور سيني، هذا المحور اسمه محور صدي. هلا لو جبت لك قلم قلت لك اعكس حوالين محور الصدد، هي محور الصدد هو بيلف حواليها. ها لو قلت لك اعكس حوالين محور السينات، هي القلم بده يلف حوالين السين. انا لو مكانك بلعبها لعبه، بحط مرايه هون وبحط النقطه وبشوف شو رح تطلع عندي، بشوفها. طيب كيف يعني انعكاس؟ شو يعني انعكاس يا مس؟ انا بعرف انه الانعكاس اي نقطة في الدنيا هي عبارة عن زوج مرتب مكون من سين فاصلة صاد. انتبهي لها هي كثير منيح، بالاول سين وبعدين صاد، هاي من الحصة الماضية قلناها. هلا لما يجي يحكي لي اعكس حوالين السين، شو يعني اعكس حوالين السين؟ اعتبر السين هي ماما. هلا الماما مين رح تحميه؟ رح تحمي ابنها. السين ماما رح تحمي ابنها، فالسين رح ينزل زي ما هو لانه امه موجودة رح تحمي. إذن زي ما حكينا بنعتبر السين ماما رح تحمي ابنها اللي هو الاثنين. هلا الاثنين بتنزل زي ما هي، الواحد اللي هي الصاد ما عندها ام، فبتصير بدل ما هي موجب سالب. تمام تمام. إذن الانعكاس حوالين السين سين فاصلة سالب صاد، الصاد بتتغير. هلا الانعكاس حوالين الصاد العكس، الصاد رح تحمي ابنها. إذن الصاد رح تحمي الواحد والاثنين ما في حدا يحميها، فبتضلها سالب اثنين، بتصير سالب اثنين. إذن الانعكاس الصادي هو عبارة عن سالب سين فاصلة صاد، هاي قاعدته. والانعكاس السيني هو سين فاصلة سالب صاد، هاي قاعدته. يلا نطبق. الانعكاس السيني لثلاثة فاصلة واحد، هلا الثلاثة رح تنحمي مع السين، شو رح يصير بالسائب الموجب واحد سالب واحد. تمام، ثلاثة فاصلة سالب واحد، الصاد بتتغير. هلا الانعكاس الصادي زي ما حكينا، الصاد بتحمي الصاد، شو رح يصير بالسالب اثنين؟ رح تصير موجب اثنين، السالب بيصير موجب والموجب بيصير سالب. عين الصاد للصفر والواحد، هلا الواحد رح تنحمي والصفر رح تصير سالب صفر، بس انا بعرف صفر موجب او صفر سالب بضلها صفر. انعكاس السين، السين رح تنحمي والصاد رح تتغير، خمسة رح تضلها زي ما هي والموجب اثنين رح تصير سالب اثنين. فهمنا؟ اذا فيك تحلها على القواعد اللي انا اعطيتك اياهم، اللي هم عين السين سين فاصلة سالب صاد، وعين الصاد سالب سين فاصلة صاد، وفيك تفهمها على فكرة السين تحمي السين والصاد بتحمي الصاد، اللي هي زي تعتبرها ماما وتقعد تحل عليها، هيك بتوقع انها اسهل لكم. هلا الف سالب اثنين فاصلة واحد، هلا هاي سين صاد، شو بقول لي؟ جد محور الانعكاس سواء الانعكاس السيني او الانعكاس الصادي في كل من الانعكاسات الاتي، يعني هو معطيني الانعكاسات وبده اياني اوجد شو هي هاي الانعكاسات، يعني حوالين المحور السيني ولا حوالين المحور الصادي. هلا انا لو اجيت حكيت سالب 2.2 والواحد اعطتني واحد، هلا انت اعملها رقم وقم. سالب 2 اعطتني 2 يعني تغيرت، مين اللي ضل زي ما هو؟ الصاد، اذا هو انعكاس صاد. الاشي اللي بضل زي ما هو هو اللي اتعكس عليه. هلا 3.3 السين ضلت زي ما هي فهو انعكاس سين. 5.-5 هلا السين تغيرت، مين اللي ضل ثابت؟ صاد، فاذا هو انعكاس صاد. اذا الانعكاس حوالين المحور السيني لا تتغير سين. الانعكاس حوالين الانعكاس بالسين حوالين المحور الصادي بيكون عندك لا تتغير صاد. يا حلوين اتفقنا؟ اتفقنا. هلا شو بدنا نحل؟ خلي الفكرة الثانية لبكرة عشان ما خابطكم. هلا شو بدنا نحل يا حلوين؟ بدنا نحل من الدرس. بدنا نحل تدريب 2 صفحة 98، تدريب 2 صفحة 98. بدنا نحل سؤال تدريب 5 صفحة 102، صفحة 102. بدنا نحل سؤال واحد وبدنا نحل سؤال 2، سؤال واحد سؤال 2، تدريب 5 وتدريب 2. تمام وشكرا لكم.